وتقابلنا في هذا الاجتماع الطيب المبارك. وأدعو الله، أدعو الله جل قدرته أن يحفظ علي يحيى ضرور وإخوانه، لأنه هم السبب في هذا الاجتماع. وكل واحد حضر هذا الاجتماع يرى نفسه أنه بخير، لأنه قابل أصدقاء وقابل أصحابه وأحباءه، فما أحسن من هذا الكلام. على كل حال الأستاذ علي مبرور وأخواني وتفضلوا على عشاركم، وحي الله من فضل، وصلوا على محمد. الله يحييكم، يلا حيوا كلكم اهل المحل، ما فيكم اجنبي علينا، كلكم اهل المحل، الله يحييكم.